السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الكافر يسبح لله تعالى ولكن يقال بأن تسبيحه حالي لا مقالي؟ الله جل وعلا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالكافر ينزه الله بقلبه وعقله وإن كان ينكر ذلك بلسانه. الكفار يعترفون في قلوبهم بصدق الرسل وبصدق الكتب، يعترفون بذلك في قلوبهم ولكن يمتنعون من إظهار ذلك عنادا وتكبرا. نعم.